السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعات قناة وصفات زهر الوردية. كي دايرات الحبابة على الغليت على قلبي؟ كلشي هو هداك، كلشي مزيان. نتمنى يا ربي لكم هاد الفيديو ان شاء الله ضحكات نشطت يا ربي، والله يسهل على كل وحدة يا ربي العالمين، واي وحدة عندها امنية في خاطرها الله يحققها لك كيفما بتكون، كانت زواج كانت عامل، اللي عندها مشاكل مع راجلها الله يفكك عليها مشاكل الدنيا والاخرة والله يتاويهم في الخير، واللي بنت ازمة بتزوج الله يزوجها يا ربي في هاد العواشر، والله سكم ساعتكم. واي وحده كيف ما قلت لكم بغات شي حاجه في خاطرها كيف ما بتكون يا ربي تحققها ليها يا ربي العالمين، قولوا امين. فالدريات سمحوا لي الا غبرت عليكم وطولت عليكم شي شويه غير مع مشاغل الحياه وداك الشيء، وكنشكركم اي وحده تتصيفط لي وتتسول فيا، الله يسهل عليكم وييسر لكم اموركم يا ربي العالمين. والحمد لله لا اله حاشمنا، وكنفرح بزاف ملي كيقول لي بنت الوصفات ديالك نجحوا معانا، والله العلي العظيم لله الحمد لله. ماشي تنشكر الوصفات ديالي لله الحمد لله، كتلقاو تعاليق شحال من واحد كيقول لك لا دوك التعاليق ديالك نتيا ولا ديال كتلقى دوك الدريات الله يهديهم، والله العلي العظيم البنات انا ما نحتاجش نشكر الحاجه ديالي، وكتلقاهم بنات من الجزائر من العراق يعني من جميع الدول العربيه. اليوم البنات بمناسبه شعبان راه بغى يخرج دابا هاد البنات، هاد الحنه البنات، هاد الحنه ديال شعبان واعر، هي كيولي الحنه ديال الفتح ديال شعبان، كتزوج العزيبات المراه اللي ما كتولدش اللي عاقره اللي مثل الدريه الصالحه، والله يرزقها الله الدريه الصالحه اللي اي وحده بغات شي حاجه تحققها لها الله سبحانه وتعالى بهاد الحنه. فهاد الايام المباركه البنات حاولوا تخدموا الوصفات، ما تقوليش لا راه شعبان هذا ولا رمضان، الا فهاد الايام المباركه بالضبط ديال شعبان راه الخدمه فيهم رهيبه بزاف، وما تعكزوش كونوا عيالات وكدات كيف ما تنقول لكم دائما، ما زوج راه كاين الوصفات اللي ساهلين وبسط ما فيهمش كثر تعمل حوايج، ولكن يعني المفعول ديالهم رهيب بزاف. لذلك البنات بقا جربوا ما تعكزوش وديروا النيه والحاجه مقضيه. هاد الوصفه ان شاء الله هاد الدريات غنحتاجوا فيها الحنه، الحنه من البنات دائما كنقول لكم الحنه من الاحسن تشتروا حنه تكون من عطار قبيلي، يعني من مكان يعني كاين على القبله، من محل كاين على القبله، يعني تشرو حنه يكون جديده من محل على القبله راه رخيص بزاف ثمنه، يعني متناول الجميع. وكذلك الى عندكم حنه العروس يعني حنه الاعراس، كتلقاو مثلا في دوك الاعراس كيعطوا البنات شويه الحنه، كيقسموا على دوك الناس باش كيكون فيه البركه، والحنه تاع الحج هو اللي كمتوفر عندك، الا ما عندك سيري غير شري من مكان يكون على القبله راه مزيان، وما تسوليش على الثمن، غتعطي مثلا 10 درهم ولا 20 درهم وداك الشيء اللي ردلك في الصرف، وانت غاديه في الطريق ملي تلاقي مع شي حد صدقيه، ولا ما صدقتيه حطيه في ستامك وما تحسبيه شحال عيد. كنحتاجو حتى تمره تكون زوينه، دوك التمره كيكونوا معسلات شويه. تنحتاجو ماء الزهر البنات، تحتاجو ماء الزهر، كنحتاجو الحبة السوداء ها هي الحبة السوداء، كنحتاجو كذلك البنات العطر، يعني العطر ديالك المفضل اللي كديري ديما انت ما كيخطاكش، هذاك هو اللي كنحتاجو. ونبداو ان شاء الله على بركه الله الوصفه. اول حاجه كنحاجو يعني حاولوا دائما ملي تبغوا تخلطوا الحاجه حاولوا تخلطوها في اناء يكون ابيض، لان يعني اللون الابيض فهو اللون ديال السلام وديال المحبه وتيسير الامور. واهم حاجه كيف ما تنقول لكم النيه البنات، اول حاجه البنات تناخذوا داك الماء الورد او ماء الزهر تنخويوه يعني واحد المعلقه شويه منه، تنحتاجو يعني كنكبو داك الماء الورد او ماء الزهر داك الكميه اللي غنكونو غنحتاجو، وغادي نصلو البنات. وهاد الوصفه كتعمل على الطهاره، غادي نصلو البنات جوج ركعات من بعد غادي نهزو داك الماء الزهر اللي حطينا في هاد الاناء وتقراي عليه سوره الملك وسوره الرحمن، سوره الملك وسوره الرحمن. اول حاجه كتصلي ركعتين بنيه الفرج كتصلي ركعتين بنيه الفرج، من بعد كتهزي ديك الاناء اللي درتي فيه داك ماء الزهر يعني القياس ديالك باش تخلطي الحنه، كتقراي عليه سوره الملك وسوره الرحمن بعد الاداء ديال الركعتين، مفاهمين؟ من بعد البنات تنهزوا الحنه البنات ضروري البنات نكونوا مبيتينها ليله كامله تحت النجوم، يعني غنهزوا الحنه بحال هكا باكيه ديال الحنه بحال هكا بهذه الطريقه، ها هو الحنه. تنحطوه في شي اناء، يعني الحنه كنحطوه مثلا في هذا الاناء وتنخلوه ليله كامله في السطح،
ليلة كاملة تحت النجوم، يعني تحت السماء، وهو ديك الطاقة ديال الروحانيات كتأثر فيه. من بعد البنات كنهزوا داك الحنة بعد ما بيتناه ليلة كاملة تحت النجوم، يعني ليلة كاملة نحطوه في السطح. الناس اللي ما عندهمش سطح يعني يعلقوا غير في الشرجم، ما كاينش شي مشكل. كنهزوا البنات قياس ديال الحنة اللي غنخلطوا به. بسم الله. بسم الله بسم الله. وكيف ما كنقول لكم البنات، دائما النيه والحاجه مقدريه. بالنسبه لديك التمره كنحيدوا لها داك العظيم ديالها بحال هكا، وكنعجنوها بحال هكا، تنعجنوها بهذه الطريقه. يعني داك التمر يعني من الاحسن يكون التمر الممتاز، يعني داك التمر اللي كيكون معسل ما غاش تلقاو معاه مشكل بحال هكا. وغنحتاجوا داك الحبه السوداء، يعني كيف ما تتعرفوا ان الحبه السوداء كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحبه السوداء داء لكل داء الا السم، يعني اللي هو الا الموت. يعني راه زوينه بزاف هذه الوصفه والله العلي العظيم. الى عملوها البنات العام الفايت عطيتها لكم، والحمد لله. يعني ما جا رمضان ما فات رمضان والحمد لله تزوجوا كاملات، يعني اللي بغات تزوج تزوجات، اللي بغات تحمل الحمد لله جاب ربي جاب فيها التيسير. يعني كيف ما تنقول لكم دائما اهم حاجه النيه. راه باقي ما سالينا الوصفه، يعني راه غنديروا باقي فيها شي حاجه القرايه اللي غنقراو عليها ان شاء الله. فنخلطوا هاد الحناء. شحال وحده كتقول لي ناري اختي شحال فيك الهضره وداك الشيء. انا والله العلي العظيم كنحاول انني الوصفه نعطيها لكم كيف ما هي، اما بامكاني نزرب عليكم نعطيكم وصفه في جوج دقائق ولكن ما تستفدوش منها. سبحان الله داك الشيء جا هو هذاك قياسه حدو قد. غنخلطوا الحنه ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما البنات خلطنا ديك الحنه كنهزوا اليد اليمنى والرجل اليمنى، اليد اليمنى والرجل اليمنى، تنهزوا واحد القليل من الحنه بحال هكا، نديروها في يدينا اليمنى بهذه الطريقه. غير شي شويه الحنه، غير شويه الفال، نقول لكم دائما غير الفال. انا راه كثرت باش تبان لكم كلشي، يبان لكم. اما نتوما راه كديروا القليل فقط من الحناء، غير كيبقى داكشي غير فيال وصافي. بهذا الطريقه، يعني في اليد اليمنى واليد اليسرى كنحطوا الحناء، اليد اليمنى واليد والرجل اليمنى كنديروا فيها الحنه وكنخلوها حتى تنشف. وحنايا كنديروا ديك الحنه وكنقولوا هذا الدعاء اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف. اللهم اني اسالك خير هذا الشهر شهر شعبان بفتحه ونصره ونوره وبركته، واعوذ بك من شر ما قبله وشر ما بعده وعظمته وطهارته. اللهم انت ربي لا اله الا انت، توكلت عليك وانت رب العرش العظيم. اجلب لي النصيب وحقق لي، يعني تقولي اجلب لي النصيب وتقولي اي امنيه عندك في خاطرك، يعني عندك اوراق، يعني تقولي يا ربي يسر لي في اوراقي، عندك مشاكل اللهم افتح عني مشاكل وكرب الدنيا والاخره، يعني كتقولي داكشي اللي باغيه. تعززت برب العرش العظيم والجبروت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت شاهدة الوجوه وعامية الأبصار، توكلت على الله الواحد القهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بعد البنات شوفوا البنات، يعني صافي كتقراو داك 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 الدعاء اللي قلت لكم، تنديروا في يدينا بحال هكا، تديروا في يدينا. ملي تنقراو البنات داك الدعاء تنخلو ديك الحنه تنشف في رجلينا وفي يدينا، يعني غير اليد اليمنيه والرجل اليمنيه تنخلو حتى تنشف هاد الحنه. من بعد البنات حذار البنات، هاد الشيء راه مقري عليه القران، يعني عندكم تمشوا الحنه تغسلوها في المجاري المائيه او شي حاجه، الا الحنه تتحيدوها، يعني ملي كتنشف كتحيدوها، وديك الحنه كتكبي عليها وكتغسلي يدك بماء الزهر، ما تغسليش يدك بالماء، تغسلي يدك بماء الزهر. وديك الحنه البنات كتخليها حتى يعني كتكون ناشفه وقاصحه، كتخوي عليها حتى هي ماء الزهر، كديرها في شي قرعه الماء ديالها كدير كتكب كتحطيها في شي قرعه ولا في شي اناء، وتكبي عليها ماء الزهر وداك الماء ديال داك الحنه تتكبيه في شي غرس، يعني في شي مكان اخضر، شي مكان معشب. والله يجيب التيسير، والله يسهل عليكم كاملين، واي وحده عزبه الله يزوجها ما يفوت رمضان ان شاء الله، حتى يجيبها تفتح لها ربي النصيب ويسهل عليها، واللي عندها شي مشاكل في الدنيا الله يفتح عليها مشاكل الدنيا والاخره، والله يفرحكم كاملين حبيباتي، والله ينصركم على عدوكم يا ربي العالمين. والله العلي العظيم الا راكم في قلبي وحق الله العلي العظيم، الا عزيز
تعزت عليا بحال صحاباتي بحال خواتاتي بحال بنياتي بحال يعني والله العلي العظيم هاد الهضره ما تنقولهاش لكم غير هكاك، والله يسهل عليكم وينصركم يا رب العالمين.